مرة طردت مدرس فمش فاكر قال لي ايه كده استفزني، فقلت له وحياة امك او حاجة كده. لما بتكون طفل وصغير ولوحدك وبتتعرض لحاجات زي التنمر بتخليك تشوف الناس بشكل مختلف. انا وانا عندي 14 سنة اتشخصت اني مريض اكتئاب، عكست بنت مرة في الزقازيق وطلعت صاحبة اختي، لا عشان ابان اللي هو متحضر وكده، بس بجد هنتقم فشخ يعني. ماشي نكمل الانترفيو كده يعني مثلا الحمد لله كله تمام. انا مروان وليد، عندي 22 سنة، ممثل ومهندس، ان شاء الله هتخرج وهبقى مهندس. انا ابتديت اول حاجه كان في مسلسل اسمه مين قال، ده كان ممثل يعني، جالي دور كان كويس فيه والحمد لله المسلسل نجح، وبعدين جالي بعده مسلسل ليلى الجزء الثالث، عملت شخصيه مروان فيه وبس، وبحاول بقى. اخترت التمثيل عشان وانا ما بشوفوش عموما مختلف عن مجال دراستي، هو الهندسه فيها فن والتمثيل فن، فبحس ان مفيش بينهم تناقض وبحب الاتنين قوي يعني. احكي لكم عن طفولتي. انا طفولتي كانت تمام، كنت طفل يعني، كنت سعيد اوقات ومش سعيد اوقات، بس بحب اقول ان هي كانت طفولة سعيدة يعني، حتى لو ما كانتش سعيدة قوي بس انا نفسي تكون كانت طفولة سعيدة. كنت شقي في البيت جدا جدا يعني، كنت بعذبهم في البيت، بس كنت بره البيت هادي جدا، حطيني في حتة هترجعي تلاقيني زي ما انا، مفيش اي حاجة. اكبر مصيبة عملتها وانا صغير هي يعني في حاجات ما تتقالش على الكاميرا. بس يعني كنت بـ 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 يعني كنت صغير قوي وكنت بشتم قوي يعني، أسوأ ألفاظ في الدنيا. كنت بشتم كتير جدا واشتم قرايبي، فقرايبي يروح يشتكوا لبابايا، فبابا يقول لهم لا مروان راجل محترم مستحيل يقول كده وانا اصلا قد كده يعني عيل. مره طردت مدرس هو كان عندي في البيت، بس دي حكايه مش حلوه يعني، عيب جدا ان انا بحكي ده، انا اسف اني بحكي ده، رب ما يشوفش. بس هو كان طول الوقت شايفني مهمل وطول الوقت ما بذاكرش وطول الوقت مع اني عادي يعني زي الطلاب الطبيعيه، فمش فاكر قال لي ايه كده استفزني، فقلت له وحياه امك او حاجه كده، فهو من ساعتها مشي وما جاش وبس. كان عندك كام سنه؟ كان عندي مثلا 11 سنه. انا بعتذر جدا لو المدرس ده بيتفرج بجد. بيتنمر عليا طبعا، متنمر ايه؟ لا لا يعني خدت وصله جميله جدا وانا صغير من التنمر. كنت في الاول في مدرسه حكومه في الزقازيق، وبعدين نقلت المدرسه خاصه، وانا كنت طفل انطوائي جدا جدا بره البيت، فدي فرصه جميله جدا لاي متنمر ان هو يلاقي حد انطوائي وماشي جنب الحيط، يعني خدت تنمر كويس قوي. أثر عليا لما كبرت يعني، مش عارف إن يعني هو دلوقتي مش مأثر عليا، بس أكيد أثره شكلني بشكل أو بآخر. لما بتكون طفل وصغير ولوحدك وبتتعرض لحاجات زي التنمر بتخليك تشوف الناس بشكل مختلف، بتخليك تكون علاقة أقوى مع نفسك يعني، لأن فكرة إن أنت تبقى لوحدك وناس بتتنمر عليك أو ناس بتتريق عليك كأنها بتضعف البوند بتاعك وسط المجموعات، بس بتقوي قوي قوي البوند بتاعك بنفسك، خليك متصل اكتر بنفسك اعتقد. بس علاقتي باهلي، علاقتي باهلي كويسه جدا، علاقتي بامي كويسه جدا، علاقتي ببابا كويسه. خدت من ماما الطيبة أعتقد يعني، بس كده أنا مغرور بقول على نفسي طيب، بس هي طيبة وأنا أعتقد إني طيب. وخدت من بابا، خدت من بابا إيه يا مروان؟ التفكير، هو بيشغل دماغه طول الوقت وأنا بشغل دماغي طول الوقت.
كتير. انا في وانا عندي 14 سنه اتشخصت اني مريض اكتئاب، وخدت رحله طويله قوي قوي في العلاج النفسي وفي اللف على الدكاتره النفسيين وتبديلهم وتغييرهم، وكان صعب قوي عليا ان انا ابقى صغير وعقلي اصلا مش كامل، بس في نفس الوقت انا عارف اني متشخص اني مريض اكتئاب، فانا محتاج اخد مضادات اكتئاب، محتاج اخد بالي من نفسي، وفي نفس الوقت اتعامل مع يعني الدكاتره اللي انا بقول لك ان انا خدت لفه طويله عليهم، ما كانوش كلهم كويسين وما مش كلهم نفعوني، وكنت صغير على ده. فكنت اتمنى لو ينفع نرجع ونلعب في الزمن وابقى طفل اسعد. هو عموما الاكتئاب مش دايما، يعني مش دايما حصل كذا فانا بقى عندي اكتئاب عموما، دي يعني درس عن الاكتئاب. عموما الاكتئاب احيانا ممكن يكون سببه مش معروف، وممكن يكون من غير سبب، يعني ممكن يكون حد حياته كويسه جدا ومفيش اي حاجه بتحصل بس عنده اكتئاب، كيمياء في المخ يعني. اعتقد اللي خلاني كده وانا صغير اني كنت تايه قوي، ما كنتش فاهم حاجه. وكانت بتحصل حاجات كتيره قوي حواليا انا مش عارف الاقي لها اسباب، ومش عارف اتكلم مع مين، وكان ده الوقت اللي ممكن ابويا وامي بينفصلوا بيه. فاعتقد ده كان من العوامل اللي تخلي ان يلا دلوقتي نشوف الدكتور. بصي، انا دايما لو خيرت بين اني اعمل الصح لابني او احب ابني دايما هختار اني احب ابني، ولو خيرت بين اني اربي ابني او احب ابني دايما احب ابني. انا امي ادتني حب الدنيا والاخره وابويا كمان، بس انا كمروان لو في حاجه هديها قوي لابني قوي هحبه قوي، وتطز في اي حاجه، وتطز في التعليم، وتطز في كل حاجه، بس انت هتتحب يعني. مش مفتقده بشكل ان هو ان انا مش ما كنتش محبوب من اهلي، بس حب انواع، وكل حد بيعمل اللي بيعرف يعمله، وانا بحبهم وبيحبوني جدا. انا مش عايز نجمع اهلي الاثنين مع بعض في الكلام. ممكن اللي انا قلت عليها اللي هو فتره الاكتئاب في سن صغير جدا دي اثرت عليا وغيرت كتير قوي فيا، ووفاه جدتي، لان جدتي كانت انسانه قريبه قوي يعني. هقول لها وحشتيني يا انا، واشوفك على خير قريب. الباشمهندسين بني ادمين جدا والله. مش عارف مين مطلع علينا الاشاعه دي، معرفش، ممكن عشان الكليه صعبه قوي فالعيال بتأفور شويه يعني اللي في الكليه من الاخر، بس احنا بني ادمين عادي. الشرقيه احسن بالنسبه لي يعني، بحبها اكتر، بحس القاهره رتمها سريع والناس مش واخده بالها من بعض كده يعني، الدنيا اسرع في الزقازيق، الدنيا اهدى ورتم ابطا والناس اجمل. في عموما بنت انا عارفها يعني، عارف اسمها، هي بتخش اسبوع تقول لي انا بحبك والنبي رد عليا مش عارف ايه، والاسبوع اللي بعده بتشتمني ابشع الشتايم اللي في الدنيا، وانت ليه ما بتردش، وانت فاكر نفسك مين، وبعدين تجيب في سيره امي وابويا باسمائهم يعني. يعني هي متابعه قوي. مرعبه شويه، بس يا رب ما تشوفش الانترفيو ده. مواهب ايه تانية؟ مش عارف، اصل انا مش يعني انا مش اللي هو الفنان الموهوب، فاهم قصدي؟ في ناس كده رهيبة عندهم مواهب كتير، هو انا بمثل. بس بعرف اقلب الشاي. ماشي، نكمل انترفيو كده يعني مثلا. الريد فلاج ان هي تكون ما بتعرفش تسمع، والجرين فلاج ان هي تكون بتعرف تسمع، دي اهم حاجتين عندي في البنات يعني، تبقى بتعرف تسمع يعني لما اجي اتكلم تسمع اللي انا بقوله، ده مهم، تسمعه بجد وما تحاولش تقطعه او تتكلم، ده مهم قوي قوي بالنسبه لي، ان الشخص اللي قدامي عموما في اي حاجه ان الشخص يبقى بيعرف يسمع، عارف يسمع ويشوف الشخص اللي قدامه. اكتر موقف محرج اتعرضت له، مره كنت في ديت والفيزا ما اشتغلتش. وهي اللي دفعت. اكيد وهي اللي دفعت، بس هي صاحبتي قوي قوي لغايه دلوقتي. بس
فده كان محرج قوي، ما كنتش عارف اعمل ايه، ومتاكد ان الفيزا فيها فلوس بس مش شغاله وشكلي عرق. احنا عندنا سلم في الجامعه كده، السلم بتاع جيت 2 ده، وقعت من عليه قبل كده اعتقد مرتين، وكان معايا اصحابي، وهو السلم طويل جدا، ولو اتزحلقت عليه انت هتاخده كله، انت مش هتعرف تظبط نفسك في النص، انت هتاخد السلم كله. فاخدته مرتين. حناش شافتني الجامعه شافتني. عكست بنت مره في الزقازيق وطلعت صاحبه اختي. كنت ماشي في الشارع وكنت انا لسه صغير، ففاكر ان معاكسه البنات دي شيء روش بقى، وانا هعكس بنت فانا كده روش. كنت ماشي مع اصحابي، فواحده معديه، انا مش عارف هي صاحبه اختي ولا ما اعرفهاش، بنت معديه في الزقازيق عادي، فمش عارف هوشتها، عملت حاجه قذره ولا ناديت ولا ضحكت ولا عملت حاجه غريبه يعني مش فاكرها بالظبط. فهي راحت بصها لي كده قالت لي مروان، فرحت انا عادل وشي وماشي. عمري اتعكست قبل كده؟ مش عارف، ما اعتقدش يعني، ممكن اللي هو يعني لو حد بيتفرج على شغلي وبنت وشافتني، بس يعني مش معاكسه يعني صريحه، اللي هو لطف يعني كده، مش عارف، بس ما اتعكستش يعني. عاتب نفسي على ايه؟ اني ببقى قاسي احيانا شويه على نفسي في معالجة الأمور، يعني باجي على نفسي بزيادة، ودايما دايما بحاول أبقى بعمل ده. طبعا طبعا رقم واحد يشوفوا يلجأوا لحد متخصص، مش أي حد تاني يعني، يبقى دايما في حد متخصص احنا بنلجأ له، ويا رب يكون شاطر. يا رب بتمنى لكم يكون شاطر وما يستسلموش يعني. انا مش اي حاجه، كل حاجه ممكن تخليني اعيط يعني، لو انا ماشي والسما شكلها حلو ممكن اعيط يعني، انا اي حاجه بتخليني اعيط. حتى في يعني في الشغل في التمثيل ما بواجهش صعوبه في اني الاقي الدموع، بحس ان هو الدموع الله يلا خده اي حاجه يعني، بفكر في اي حاجه او اي حاجه بتحصل بتاثر بسرعه جدا جدا. 100% لا بس انا عايز ابقى في صف نفسي، فاهم قصدي؟ مش عايز ابقى ضدي. نفسي اكون راضي اكتر عن الحياه يعني، انا عارف ان الرضا سر السعاده وكل ده، بس هو مش سهل توصلوا لحاله الرضا الحقيقيه، فنفسي ابقى راضي اكتر، ونفسي ابقى سعيد اكتر عموما يعني في المطلق. افضل بفكر يعني، يفضل عقلي شغال، عقلي ما يبطلش تفكير، وانا دايما عنديش معتقدات دايما مؤمن ومتمسك بيها، انا دايما بفكر في كل حاجه ودايما مفتوح لاي تغيير ممكن يحصل. فنفسي ما اوصلش لمرحله اصدق قوي ان خلاص انا كده وصلت للعقل الهايل، ابقى دايما بحاول اتطور. في مصر ولا بره؟ بره انا نفسي امثل مع فيولا ديفيس جدا، ده هيبقى حلم عمري. ميريل ستريب، دول اكتر اتنين بره. وفي مصر كتير قوي بقى، منى زكي، منى شلبي، هند صبري، غادة عبد الرازق، يسرى، الهام شاهين، كل دول. وفي الولاد بقى كريم عبد العزيز، محمد رمضان، احمد عز، ماجد الكدواني، فاهمه؟ هنعد الصبح. لا يعني لا عشان ابان اللي هو متحضر وكده، بس بجد هنتقم فشخ يعني. لا يعني هحاول ما انتقمش، هحاول جدا والله، بس لو خلاص لا هنتقم 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 ان شاء الله يعني. لا مش هغير، اصل هو يعني اللي حصل هو اللي خلاني دلوقتي انا، وانا تمام مع نفسي دلوقتي، فحقيقي مش عايز اي حاجه تتغير، عايز كل حاجه تفضل زي ما هي. بحلم بالرضا والسعادة والرضا عن الذات، وبحلم بأفلام كتير قوي قوي قوي، أنا على قفشها. إن شاء الله. إن شاء الله.